عزيزي عزيزتي المشاهد، زي ما انت شايف قدامك 10 ثواني بالظبط تنزل تحط فيهم لايك واشتراك. انزل دلوقتي حط لايك واشتراك بسرعة. عارف ليه؟ لانك لو ما حطيتش لايك واشتراك دلوقتي الكوكو الغلبان ده هيموت. يلا قدامك 10 ثواني. 9 7 6 5 1 0. انت حطيت لايك واشتراك صح؟ كوب وسعم. والله مش مستاهل انا اموت الكوكو الغلبان ده، شو عمري ما اموت انا كوكو يا شباب عشان خاطر لايك واشتراك. انتوا انسان ناس محترمه جدا وانا بحبكم جدا، واحلى جيش في الدنيا واحلى ناس بتحط لايك واشتراك، فعشان كده انا اخلي الكوكو ده يعيش. وكمان يا شباب مش هسيبه يعيش وبس، لا 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 يا حبيبي خالص، ده انا بص ده انا هعمل معاه كمان واجب كمان وهاكله يا شباب. استنوا اجيب له اكل اهو يا شباب عشان تعرفوا انه مكمل طيوب وبيحب الفراخ جدا يا شباب. بصوا هاكلها، بصوا هخليها تتملي وتبقى فرخه محشيه، وبعد ما تكبر وتتحشي اقوم مموتها. اقسم بالله بهزر، والله العظيم بهزر، انا اسف انا اسف انا اسف. والنبي ما تشيلش لك واشتراك، والنبي ما تشيلش لك، حطيت لك واشتراك خلاص انا اسف. احبك بحبك. تابعني على الانستجرام بقى، انت مش خسران حاجه، تابعني على الانستجرام الرابط تحت في الديسكربشن. يلا بينا نشوف ماين كرافت الحقيقيه ضد ماين كرافت العاديه. وات ذا، يلا بينا. سلام عليكم ورحمه الله، معكم ام كامل او محمود كامل. ده طبعا قلب يا شباب، بصوا ده كده قلب. اوكي اوكي يا شباب، فقط لايف ده المقطع النهارده. اتمنى منكم دلوقتي تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اذكر الله لا اله الا الله. في مقطع النهارده هتعمل ايه كامل يا مجنون؟ النهارده يا شباب هنشوف الفرق ما بين ماينكرافت الحقيقيه وماينكرافت اللي هي العاديه. طبعا يعني في ماينكرافت اللي هي الحقيقيه اللي هي زي مثلا الحصان في الحقيقه، الفرق ما بينه وما بين الحصان في ماينكرافت، فهو ده اللي احنا هنشوفه في مقطع النهارده. وهل تتوقعوا لوزر بوست هيبقى عامل ازاي؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات يا شباب، وانزلوا حطوا لايك واشتراك لو نسيتوا. تابع لي فولو على الانستجرام، حبك جدا. يلا بينا يا شباب، اول واحد قدامنا زي ما انتم شايفين هو الهورس او الحصان يا شباب. طبعا كلنا بنحب الحصينه، وانا اكتر واحد بحب الحصينه اصلا يا شباب زي ما انتم شايفين في ماينكرافت. التنقل بيها سريع كده وحاجه جميله يعني لذيذه جدا يا شباب. طيب دلوقتي هو قاعد بيمشي بيها في الصحراء، عايزين نشوف في ماينك في الحقيقه بقى، في الحقيقه الحصان ده هيبقى شكله عامل ازاي؟ يا ريت يجيب نفس المنظور ده ريلي لايف. واو شوفوا يا شباب نفس المنظور بالظبط. تام والله جميل، حتى ده شبه سكر وجعفر يا شباب، والله شبه سكر وجعفر، سكر سكر وجعفر يا شباب. اوكي الستيرز السلالم يا شباب تتوقعوا تبقى عامله ازاي في الحقيقه؟ هيجيبوا شكلها عامل ازاي؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات بسرعه، عايزكم تتوقعوا معايا كده بسرعه في الكومنتات. واو شبه سلالم السباق فعلا يا شباب، الناس اللي كتبت سلالم السباق احلى بوسه وعامل لك احلى قلب. يا الله يا شباب شوفوا 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 يا ابن اللعيبه، جميله جميله جدا يا شباب. انا عمري ما كنت اتوقع ان هم يجيبوا، كنت فاكرهم هيجيبوا السلم الخشب ده فعلا، ولكن جابوا السلم دي فعلا شبهها جدا. الفاير وورك في ماينكرافت. اوكي طبعا كلنا عارفين الفاير وورك ديت اللي هي بتضرب صواريخ كده ناريه وبتطلع الوان، وعلى حسب اللون اللي انت عايزه وحسب الالوان اللي انت بتحطها. تمام في الريلي لايف شكلها تبقى عامل ازاي يا شباب تتوقعوا؟ اه يا شباب واو. جميلة دي جميلة، اكتبوا لي تكتيفاتكم تحت في الكومنتات، لا دي تحفة. الدور اللي هو في ماينكرافت طبعا الدور اللي هو الباب، اوكي الباب ده شكله تحفة، شوفوا جميل ازاي شباب، ده طبعا كلنا عارفينه. طيب ده بيكسر الباب، بيكسر الباب في ماينكرافت اللي عايزين نشوف اللي بيكسر الباب بقى في الحقيقة يبقى عامل ازاي. انت مبسوط؟ مبسوط معانا؟ اوكي يلا نشوف بقى في الحقيقة. اوكي هو ده، لا بيحدف المية، ماله معصب ليه ده؟ الباب هو ده الباب، لا 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 يا عمي لا 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 حرام حرام، ده ما بقاش باب والله، نفس التاني اللي بيكسر باب القارب. اوكي في ماينكرافت طبعا القارب كلنا عارفين ان احنا بنتنقل فيه من بحر لبحر والكلام ده كله. اوكي دام اوكي ده بيتنقل من حته لحته، تمام وبعدين اوكي عايزين بقى نشوف اللي في الحقيقه عامل ازاي. اوكي يا شباب اوكي جاب المركب بتاع تقريبا ده بتاع سباقات مراكب وكده تقريبا، بس اتوقع ان ده بيبقى راكب واحد. ايوه يا شباب شوف بيتسابق هو وصاحبه قدامه هو. اوكي هو ده يا شباب هو ده، تمام ده اقسم بالله جميل اسطوري، انا نفسي اشوف الويزر بص، الويزر بص ده هيبقى عامل ازاي في الحقيقه يا شباب. يلا نكمل. اوكي يعني تقييمات اللي احنا شفناه ده كله 7 من 10 كده، 8 من 10. اوكي طيب ده طبعا بيعوم في وسط البحار زي ما انتم شايفين عشان خاطر الميكينج الميلكينج طبعا ده اللبن. اوكي ده بياخد اللبن من الجاموسه طبعا او الكاو البقره يا شباب. اوكي في الحقيقه بقى نشوف هياخد ازاي. اوكي هي دي البقره، لا يا شباب نفس البقره يا اخي، ما بحبش المناظر دي والله ما بحبش المناظر، لا نفس البقره.
مش لا نفس طبعا في ماين كرافت، ولكن في ماين كرافت ما بيمسكش بايده خالص يا شباب. لا لا والله هي بالظبط. لا يا شباب لا لا ما بحبش اتفرج. هو مش، وخلي بالكم نفس الباكيت اللي هو الدلو بتاع البوشن. البوشن تتوقع عامل ازاي؟ بوشن السحر اوكي بيدمج، بوشن السحر يا شباب. ليتس جو ليتس جو. انا عايز اشوف، عايز اشوف اللي في الحقيقه، عايز اشوف اللي في الحقيقه. متحمس جدا. ما تنساش اللايك والاشتراك، انزل حط لايك مش خسران حاجه. عايزين نوصل مقطع 50,000 لايك. ليتس جو مان، سو ايزي. اوكي الماجيك ده طبعا سحر تقريبا. لا لا ده طبعا زي ما التاني رمى عليه البوشن السحر ده، تقريبا رمى عليه البوشن ده فرقة بي تي اس دي تقريبا، مش عارف. الارنب الرابت في ماين كرافت طبعا كلنا عارفين الارنب في ماين كرافت اللي هو ابو دانين دوت، شكله رهيب جدا، شكله اسطوري الصراحة. شوفوا شكله كيوت كت 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 كت. شوف بقى تعالوا نشوف اللي في الحقيقة. اوكي اوه يا شباب حتى شبهه، ملاحظين؟ شوفوا يا كل الكزر ازاي الكيوت، والله كيوت. اوكي طب يلا على اللي بعده. مش عايزة خلاص، عرفنا ان في ارنب بقى خلاص. انا اخ باك ده باكل ملوخيه بالارانب. يلا يلا كامل. اوكي انا بحب الارانب ولكن ما بحبش تربيتها وكده، اللي هو ما ينفعش اشوفها مثلا مره كده. بوتيتو البطاطس، انا اتوقع ان البطاطس في الحقيقه هيجيبوا البوتيتو العاديه، لكن لو جابها شبه اللي في ماين كرافت دي قوي والله لا اديله تقييم 10 من 10 في الحقيقه. وات بيعمل ايه ده؟ انت متاكد ان دي بوتيتو؟ واو يا شباب البوتيتو المتفجره، في لعبه في هايبكسل او سيرفر هايبكسل البوتيتو متفجره فالبوتيتو. بس حرام يلعب في النعمه يا شباب، حرام محدش يلعب بالنعمه. لا لا حرام، استاهل لايك يا شباب. استاهل، مش هو اللي استاهل لايك، انا استاهل لايك عشان حرام وهو لا ما يستاهلش لايك. انا استاهل لايك، حطوا لي لايك دلوقتي واشتراك. طب وانا على انستجرام. اوكي اوكي الكوكي الكوكيز الكوكيز، مش عارف كان في حد بيقولها لي باسم الصح لان كنت بقولها غلط. اعلان ده صح؟ كل اللي بيجي في توقعاتي دلوقتي ازاي الكوكيز دي، الكوكيز مش عارف اقول اسمها صح ولا غلط ولكن اتوقع. اوكي ده بيعملها لسه، ايوه بنفس المكونات يا شباب، ملاحظين ان هي نفس المكونات، سكر والزبده وتقريبا الشوكولاته. اتوقع اوكي يضاف عليها بيض تقريبا، شكلها مقزز تقريبا، اتوقع انها شكلها مقزز، بس هي طبعا كيكه عادي يا شباب ما فيهاش اي مشكله. اوكي جميلة أوي يا شباب. أنا عايز أشوف في الآخر دي إيه، أو ال طبعا الدي بالإنجليزي اسمه مش عارف اسمه إيه ولكن أنا كنت فاكر اسمه. أوكي طيب هيعمل كوكيز نفس الكوكيز اللي في ماين كرافت تتوقعها يا شباب ولا إيه؟ هي بالشوكليت، شوفوا نفس المنظر يا شباب، دام نفسها 10 من 10 والله جميلة. واو هير هير جيف مي هير هير هير، مش هيديني حته. واو يا شباب جميله دي حلوه. البايتنج دي طبعا اللي بتحط عليها الرسومات، شوفوا دي اول ما تحطها كده تظهر لك الرسمه اهي زي ما انتم شايفين. عايزين نشوف بقى اللي في الحقيقه. كاتب عامله ازاي؟ مش عارف، انا بندمج مع الحاجات دي، انا بندمج فمش عايز حد يقول لي كام انت ليه بتعمل. لا مندمج، سيبني. اوكي المفروض ان هو يحط بينتنج او لوحه تقريبا اسمها لوحه. ايوه المفروض ان ده بيعلق لوحه، لكن في الحقيقه صعبه جدا في ماين كرافت كده، بتقوم تيك ضغطه زر كده تحط لوحه داون. واكتبوا لي ده في الكومنتات ايه احسن حاجه عجبتكم في مقطع النهارده، يعني ايه اكتر حاجه شبيهه للحقيقه بجد. اوكي ده بيحلق الخروف كده. اوكي عايزين نشوف بقى في الحقيقه توقعت تبقى عامله ازاي. لا داو والله مقاطع مريحه للنفس دي ولا يا اخي، انا اول مره اعمل رياكت بالطريقه دي. داو جميله اوكي، بس في ماين كرافت سهله طبعا، ضغط الزر برضو بتحلق الخروف وبتطلع منه صوف بطريقه منظمه مش زي الحقيقه خالص. اوكي جميل جميل جدا، تحفه تحفه تحفه. اوكي اللي بعده، عايزين نشوف اللي بعده بعد اذنك يا عم الخروف. ابتعد جو اوت، خلاص عرفنا انك بتعرف تحلق الخروف، خلاص عرفنا انك حلاق ممتاز. طب بعد اذنك ينفع تمشي؟ اوكي البامكن اليقطين ليتس جو. اليقطين طبعا شباب كلكم عارفين اليقطين اللي في ماين كرافت اللي هو بتاع الهالوين، طبعا في اعلان يظهر فتخطى الاعلان جيلكم. انا دلوقتي اللي انا مستعجب منه ازاي اجيبه في ماين في الحقيقه يبقى مربع، يعني اليقطين في ماين كرافت مربع ولكن في الحقيقه المفروض يبقى مدور. ايوه يا شباب مدور، انا افتكرته هجيب مربع. اوكي ده بينضف يقطينه.
شباب، انا عمري ما اكلت اليقطين، ولكن اعرف ان اليقطين دوت بيطلع لب ابيض او الحبوب البيضاء، طبعا انتوا عارفينها بتتاكل. اوكي ده بيرسم عليه نفس الرسمه. دام يلا كمل رسم يا كبير. طبعا قيموه بعد ما يخلص. لو رسم نفس الرسمه بتاعت ماينكرافت هيبقى اسطوري. نفس الرسمه يا شباب، نفس الرسمه يا شباب، نفس الرسمه اللي في ماينكرافت اللي على شكل كريبر يا شباب. دام 10 من 10. اوكي جميل. الكيك نفس الكيكه. طب استنوا 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 يا شباب. بص المقطع ده لو وصل 70,000 لايك اقسم بالله انا هعمل الكيكه دي في الحقيقه، اقسم بالله هعمل نفس الكيكه دي في الحقيقه. مقطع يوصل 70,000 لايك وهعمل كيكه ماين كرافت دي في الحقيقه يا شباب، ايه رايكم؟ يلا نكمل يا شباب. اوكي دام. لا حرام، تقف على النعمه، بتقف على النعمه ان شاء الله يا شباب. ده تقريبا مش مسلم ده يا شباب، هو مش شرط مسلم او بس نعمه. لو 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 دي الكيكه الثانيه وقعت، بس مش شبه ماين كرافت يا شباب نهائيا. انا بقى اعملها شبهها يا شباب. شوف البنت قويه رفعت ابوها كده، لكن بنت زعلانه. يا الله زعلانه عشان خاطر ابوها وقع الكيكه. لا 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 لحم الزومبي. هل هيكون في لحم زومبي في الحقيقه؟ لا لا ما توقعش. او لحم مسمم يا شباب، مش لحم زومبي، يعني لحم مسمم. المفروض انه اللي هيجيبه في الحقيقه هيكون متسمم من لحم. اوكي مش هيجيب لحم زومبي اكيد لان في الزومبي. اوكي اكل مسمم. بياكل اي اكل مسمم. لا يا شباب لا لا اوعى تاكله. ايه ده؟ لا اياك. لا 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 يا مقرف يا مقرف مقرف. لا الكلب. اوكي الولف يا شباب، مش كلب ده، ولف الذئب. اوكي بياكله يطلع منه قلوب يا شباب. دام سكر سكر انت عسول. اوكي في الحقيقه واو شبهه يا شباب، شبهه نفس اللون نفس العين. واو بياكل دي طبعا رقائق من اللحم المقدد فهو بياكلها. اوكي طيب نكمل. دام جميله جدا يا شباب، عجبتني. اوكي والله العظيم مقطع اسطوري يا شباب، مقطع تحفه، عسل كده، مقطع امور كده يا شباب. وحتى الكلب ده امور، انا بحب الكلاب جدا. اكتبوا لي تحت في الكومنتات مين بيحب الكلاب، انا بحبها اكيد. اوكي يا شباب قول لكم صوت المقطع. اتمنى يكون مقطع النهارده عجبك، وسهلا باحلى لايك وشير وسبسكرايب لو كنت اول مره قناه. طبعا يا شباب ان شاء الله لو المقطع ده وصل فعلا 70,000 لايك انا هعمل الكيكه دي في الحقيقه. متشكر ليكم على الدعم الفتره اللي فاتت، احلى ناس في الدنيا. عايزين نوصل المقطع ده 100,000 لايك. سويزي مان تقدروا على البوست، تقدروا على اي حاجه، بحبكم جدا وانتم تقدروا يا شباب. تابعوني على الانستجرام قدامكم على الشاشه. متشكر ليكم. عايزين نوصل 700,000 في اقرب وقت، فانت انزل اضغط لايك واشتراك وبس. شكرا على الدنيا. طبعا اللي بيسال الحته اللي انا بقولها بسرعه دي بتبقى ايه. اشوفكم المقاطع الجايه على خيرة الله، يا احلى ناس في الدنيا وبس. س س س س س قول معايا سلام. سي يو ليتر يا شباب. مش مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. مش مليون احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون. مش مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. مش مليون احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون. كلنا واحد مفيش فرق بين غني وفقير، مفيش فينا طبع طمع، كل شخص فينا كريم. بنكبر سوا بنرحب بأي حد جديد، ايدنا في ايد بعض مش بنيجي على الغريب. بشوف الفرحة في عينكو بفرح وسطكو انا بكبر، الدنيا معاكو بتبقى احلى اكتر. مع بعض هنوصل للمليون على قد ما نقدر، عشان تعبنا ده بيتقدر. جوايا حنان كبير زي جراني، صغير وكيوت ومدور اسمي ماريت. ربك مديني القبول عشان عليكو سانيت. جيش الميك مليون في ظهري ثابت، موجودين في اي وقت سواء شتاء او صيف. رغم التعب برضو لسه بنستقبل الديب، بنعمل دربك عشان نصنع الويف. الفرحه في الدم ادمان توصل لو في الريف. ميك مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغر عشان كده خاطف القلوب. ميك مليون احنا سوا عيله مش جمهور، بيكو بنصنع المتعه بنعمل من الضحكه فنون. ميك مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب
من الصغر عشان كده خاطف القلوب مك مليون. احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة، بنعمل من الضحكة فنون.